الثانيه الاعدادي. اهلا ومرحبا بكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد من المراجعات ان شاء الله. والنهارده هنراجع جبر ومعاكم ميس سناء نبيه. تعالوا نبدا باول سؤال. اختار مجموعه قبل ما اقول اول سؤال هقول لكم ورقه الاسئله هتيجي لكم عباره عن 5 اسئله. اختار سؤال واكمل سؤال، ادي كده سؤالين وثلاث اسئله مقال. تعال يلا بينا نبدا. مجموعه حل المعادله س تربيع زائد 9 بتساوي 0. عشان نحل المعادله دي يا اولاد لازم س تقعد لوحدها. هتقولوا لي يعني انت عايزه تخلي س تربيع لوحدها؟ هتمشي موجب 9 هيروح الناحيه الثانيه سالب. نيجي نقول بقى عشان احنا عايزين س مش عايزين س تربيع، هنقول بأقص الجذر التربيعي. هو في جذر تربيعي لعدد سالب يا اولاد؟ طبعا لا. وحتى لو فكرتوا تكتبوها على الاله، الاله هتكتبها لكم ماس ايرور. يبقى اذا مجموعه حل المعادله دي هي فاي. ده اول سؤال. الوسط الحسابي للقيم 3 و12 و9. احنا لسه قايلين الوسط الحسابي لمجموعه من القيم بيساوي مجموع القيم على عددهم. الوسط الحسابي لمجموعه من القيم بيساوي مجموع القيم على عددهم. لو انا عايزه الوسط الحسابي للقيم دي هجمع 3 زائد 12 15. 15 زائد 9 هيديني 24. 24 على عددهم اللي هم 3 قيم هيطلع الوسط الحسابي ب 8. يبقى الاجابه الصحيحه هي 8. بيقول لي نقطة 1 و3 تحقق العلاقة، طبعا دي علاقة خطية. وأي نقطة في العلاقة الخطية ده عبارة عن زوج مرتب، والزوج المرتب عبارة عن س وص، تمام؟ قال لي تحقق العلاقة الخطية دي س زائد ك ص بتساوي 4. أنا عايزة قيمة ك. طب بما أن النقطة دي بتحقق العلاقة، إذا هعوض عن س بواحد وأعوض عن ص بتلاتة، يبقى 3 في ك ب3 ك بتساوي 4، بقت معادلة عادية خالص. نقدر نجيب قيمة ك. أول حاجة هنمشي الواحد، هتبقى 3 ك بتساوي 4 ناقص 1، الواحد هيروح بعكس الإشارة، 4 ناقص 1 3، 3 ك بتساوي 3. ك عايزة تقعد لوحدها يبقى 3 على 3، سامعاكم كلكم بتقولوا لي ك بواحد، ويبقى إحنا كده جبنا قيمة ك بواحد، الإجابة الصحيحة. العدد الغير نسبي المحصور بين 3 و4. عشان نجيب العدد الغير نسبي بربع الثلاثة هتبقى 9 وربع الأربعة 16. أجيب الأعداد اللي بين التسعة والستاشر نسبية، جذر 10، وعيني على الاختيارات وأنا بقول جذر 11، جذر 12، جذر 13، جذر 14، جذر 15 موجود، يبقى العدد الغير نسبي اللي يقع بين الثلاثة والأربعة هو الإجابة الصحيحة جذر 15. طيب نون اتحاد نون شرطة. أنتوا عارفين إن نون مجموعة الأعداد النسبية. هتتحد مع نون شرطة مجموعة الأعداد الغير نسبية في إيه؟ ح، هيدوني الاتحاد ح، والتقاطع هيبقى ف. ناخد سؤال تاني. مجموعة حل المتباينة. عشان نحل المتباينة يعني إحنا برضو عايزين قيمة س. نبدأ نحل المتباينة دي إزاي؟ هنقول له 3 هي متباينة 3 ناقص س أصغر من 5. خلي يا أولاد سالب س تقعد لوحدها، وعلامة التباين اللي جنب علامة التباين يتكتب الأول. مين اللي هتمشي من جنب سالب س؟ التلاتة موجب. هتروح الناحية التانية عند الخمسة تبقى سالب. هتبقى سالب س أصغر من 5 ناقص 3. ها كلكم بتقولوا 2. خلصت المتباينة؟ لا طبعا ما خلصتش. هي دي سالب 1 س، والواحد ما بيتكتبش. عشان اتخلص من سالب 1 اللي مضروب في س هقول بالقسمة على سالب 1 للطرفين. ولو انتوا فاكرين قلنا عند القسمة أو الضرب في عدد سالب بنغير اتجاه علامة التباين. يبقى سالب س على سالب 1 أصغر، هغير بقى الاتجاه، هيبقى أكبر من 2 على سالب 1. هتبقى س أكبر من سالب 2، 2 على سالب 1 فيها سالب 2، وتبقى مجموعة حل المتباينة مين؟ ها؟ ايه يا اولاد اللي اكبر بقى من سالب 2؟ اللي اكبر من سالب 2 ها سالب 1 وصفر وواحد واثنين، يعني جميع الاعداد الموجبه. دايما مجموعه حل المتباينه بيتكتب على صوره فقره، ولما بنيجي نكتب الفقره بنبدا بالعنصر الصغير، يبقى سالب 2 مفتوحه وموجب ما لا نهايه مغلقه.
طيب مين المستطيل الموازي لمحور السينات؟ طبعا كلكم هتقولوا لي بيساوي صفر، لكن الموازي لمحور السداد غير معرض. مكعب طول حرفه 2، مساحته الكليه كام؟ طبعا انتوا فاكرين المساحه الكليه للمكعب هتساوي 6 لام اس 2، لام اللي هي طول الحرف، لام اس 2 اللي هي مساحه الوجه، يا اما طول الحرف في نفسه في 6 او مساحه الوجه في 6. طول الحرف 2 يبقى 6 في 2 اس 2 اللي هي 4، 6 في 4 ب 24 سنتيمتر مربع. المنوال هو القيمه الاكثر تكرارا او شيوعا، هو اداني منوال 3، يبقى المفروض الف تبقى بكام؟ ب3. هنا مركز سؤال جديد، اذا كان مركز المجموعه 7، ركزوا، الحد الادنى 3 وانا عايزه الحد الاعلى. فاكرين القانون بتاع مركز المجموعه كنا بنقول ايه؟ شرحناه في فيديو قبل كده، قلنا مركز المجموعه بيساوي الحد الادنى زائد الحد الاعلى على 2. مركز المجموعه انا مديها لكم بكام؟ ب7. طب انت عندك ايه؟ عندك الحد الادنى 3 زائد الاعلى، ده انا عايزاه على 2 هيساوي 7. خلي الثلاثه والحد الاعلى لوحدهم، اقدر اعمل مقصات كاني دي على 7 على 1. يبقى 3 زائد الحد الادنى الاعلى، سوري، اللي انا عايزاه هيساوي 2 في 7 ب 14. 3 زائد كام ب 14؟ 3 زائد 11. واحد تاني يقول لي طب ما تحليها كمعادله، اقول له ماشي، يعني انت عايز الحد الادنى الاعلى يقعد لوحده، يبقى 14 ناقص 3 هيساوي 11، ويبقى الحد الاعلى اللي ناقص لي هو كام؟ 11. هنا برضو بناخد حل متباينه تاني، بيقول لي ايه وجهه مجموعه حل المتباينه؟ 2 س زائد 3 اصغر من او تساوي 1. 2 س زائد 3 اصغر من او تساوي 1. عشان نحل المتباينه في جوابين لس، موجب 3 هنبدا نمشيها، هتروح عند الواحد بايه؟ بالسالب، يبقى 2 س اصغر من او تساوي 1 ناقص 3، هتبقى 2 س اصغر من او تساوي سالب 2. خلصت؟ لا طبعا، س عايزه تقعد لوحدها، هتمشي الاثنين المضروبه، هنقول بالقسم على 2 للطرفين. عشان س تقعد لوحدها يبقى س اصغر من او تساوي سالب 2 على 2، يبقى س اصغر من او تساوي سالب 1. طيب برضو مجموعه حل المتباينه فقط، يبقى مجموعه الحل فقط عباره عن سالب 1. طب ايه اللي اصغر من سالب 1؟ سالب 2 وسالب 3 الى سالب ما لا نهايه. دايما بنبدا الفقره بالعدد الصغير، يبقى سالب ما لا نهايه مفتوحه وسالب 1 اصغر منها وتساوي تبقى مغلقه. يبقى مجموعه حل المتباينه سالب ما لا نهايه مفتوحه وسالب 1 مغلقه. قال لي مثلها على خط الاعداد، ببدا اعمل خط الاعداد كده، هكتب هنا الصفر مثلا، ودي الاعداد السالبه سالب 1 سالب 2 لغايه ما لا نهايه. مجموعه الحل عباره عن سالب 1 مغلقه تبقى مقفوله لغايه ما سالب ما لا نهايه، وابدا اصادر الجزئيه دي كلها على خط الاعداد. يبقى حل المتباينه سالب 1 مغلقه الى سالب ما لا نهايه مفتوحه. هناخد سؤال كده. صلاة الظهر الان. وده يا اما ليها طريقتين للحل، اختصر ليها طريقتين، يا اما بنحلل ال 18، يا اما الاسهل نشوف عددين حاصل ضربهم 18 بس في نفس الوقت واحد. معانا سؤال جديد من اسئله المقال اختصر، واختصر ليها طريقتين للحل، يا اما نحلل ال 18 وال 54، يا اما نجيبها نشوف عددين حاصل ضربهم 18 بس في نفس الوقت واحد منهم يكون ليه جذر تربيعي. طيب ال 9 في 2 مين اللي ليها جذر؟ طبعا ال 9. طب ال 54 عددين حاصل ضربهم 54 بس واحد منهم ليه جذر تربيعي، ال 9 في 6 زائد 3 جذر 2، دي زي ما هي ابسط صوره، زائد سالب جذر 6. طيب هنطلع ال 9 من تحت الجذر بكام؟ ب 3، ويتبقى تحت الجذر التربيعي 2.
ونطلع التسعة هنا برضو بتلاتة، ويتبقى تحت الجذر التربيعي ستة، ودي تنزل تلاتة الجذر التربيعي لاتنين ناقص جذر ستة. نبدأ نجمع الجذور المتشابهة. عندك هنا تلاتة جذر اتنين بالموجب، وتلاتة جذر اتنين يبقوا كام؟ ستة الجذر التربيعي لاتنين. هنا موجب تلاتة جذر ستة، هتنقصوا منهم واحد هيتبقى اتنين جذر ستة. اتنين الجذر التربيعي لستة، وبكده يبقى سؤال اختصر خلصناه. نروح لسؤال برضو جديد من أسئلة المقال وهو الفترات. أول حاجة عشان تحلوا الفترة لازم ترسموها. الفترة س عبارة عن واحد مفتوحة وثالث ما لا نهاية مغلقة. ونظللها. دي سالب ما لا نهاية. يبقى الفترة س واحد موجب وسالب ما لا نهاية. الفترة ص يا أولاد هنعملها تحت. سالب اتنين مغلقة والأربعة مفتوحة. وطبعا جميع الأعداد الحقيقية اللي بينها. احنا عايزين ايه؟ عايزين س الفترة اللي س هي الفترة اللي فوق. وص هي اللي تحت. عايزين س تقاطع ص. لاحظوا كده شوفوا التقاطع اهو الجزء ده اللي متظلل فوق ومتظلل تحت. من اول سالب اتنين موجوده فوق وتحت يبقى مغلقه. والواحد ايه؟ الواحد مفتوح فوق وموجود تحت يبقى هفتحه لانه مش موجود في الاتنين. يبقى سالب اتنين مغلقه وواحد مفتوح. لو عايزين بقى الاتحاد من اول الاربعه مفتوحه لغايه سالب ما لا نهايه هي اكتبها س اتحاد ص من اول حاجه انت مظللها لاخر حاجه انت مظللها. طبعا بنبدا الفتره بالعنصر الصغير فهبدا بسالب ما لا نهايه مفتوحه واربعه مفتوحه. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. وانتظرونا إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. ومعاكم ميس سناء نبيل.